اهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم معاكم دلوقتي عن فريق بحثي موجود في جامعه العلوم في كليه العلوم في جامعه اسكندريه، بيعملوا ابحاث ليها علاقه بعلاج السرطان. ويمكن لما بنسمع كلنا سرطان كلنا بننصت بطريقه كبيره، لانه دايما عندنا امل انه يكون في علاج قطعي لهذا المرض الخبيث. خلينا نرحب بضيوف اللي منورنا في الاستوديو النهارده، الدكتور احمد سمير سلطان استاذ الكيمياء الحيويه والبيولوجيا الجزيئيه. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. وايضا دكتوره اميره فياله اللي تم اختيارها ضمن اول 40 عالم في سنه 2022 عن ابحاثك مع الفريق البحثي. أبدأ مع حضرتك يا دكتور أحمد، وتحكي لنا أكتر عن هذا الفريق البحثي في كلية العلوم جامعة اسكندرية، وإيه هي طبيعة الأبحاث اللي بتعملوها لعلاج السرطان؟ هي الفكرة جات إن أنا كنت في أمريكا بدرس لفترة طويلة جدا، أكتر من 10 سنين، وابتديت أرجع مصر، ابتديت أفكر إن أنقل أبحاثي اللي هناك أنقلها لمصر، وابتدي أكون نفس الفريق البحثي، لأن مصر فيها علماء كتير جدا وفي ناس خامة كويسة جدا، انت لو وفرت لهم المجال ممكن ان احنا نوصل لحاجات كويسة. فده اللي خلاني رجعت في 2010 وابتدينا ان احنا نعمل الفريق بتاعنا ونعمل معمل مجهز بامكانيات كويسة جدا، وابتديت اختار الطلبة المتميزة، وكان منهم الدكتورة أميرة وبعض زمايلها، وابتدينا بيهم ابحاثنا وهذا الكلام. طبعا عملنا لينك وعملنا زي شراكة ما بيننا وما بين الجامعات الأمريكية، بحيث ان هم يبقى في سبورت لنا عشان ننقل التكنولوجي من هناك لغايه هنا، ونبتدي نعمل ابحاثنا وننشر ونعمل شغلنا من مصر. وفعلا نجحنا في ان احنا خدنا جوائز، منها جائزه الدوله ومنها جائزه جامعه التميز لجامعه اسكندريه في 2021، وجائزه بتاعت الدكتوره اميره، وعندنا تيم كبير برضو خد جوائز دوليه في امريكا وفي غيرها. فمن هنا ابتدينا ان احنا حسينا ان احنا حطينا ايدينا على الطريق المظبوط، بحيث ان احنا ناجحين في ان احنا نختار الطالب المصري الناجح، نوفر له الامكانيات، نديله الفرصه ان هو يفكر ويبتكر. ده اكيد بيوصله للعالميه بسهوله جدا. صحيح، ومساله اشراك الطلبه في هذا البروتوكول شيء غايه في الاهميه، لانه بتنقل لهم كمان خبرات سنين زي ما حضرتك كنت بتقول، وخبرات وشراكات دوليه داخل الجامعات المصريه. وعايزه اسال حضرتك عن التكنولوجيا اللي حضرتك كنت بتتكلم انه يتم نقلها، هل هي تكنولوجيا ايه؟ هي تكنولوجيا علاج جديد يعني للسرطان، علاج بالجينات، ليس هو العلاج يعني متعارف عليه بالكيماوي والاشعاع وما الى ذلك. هو طبعا حضرتك عارفه ان العلاج الكيماوي والاشعاعي بيؤدي لوفاه المريض بصوره يعني مش كل المرضى بتستجيب، لان جهاز المناعه بيتدمر في فتره زمنيه صغيره. فكل اللي احنا بنعمله يعني مؤذيه، فكل اللي احنا بنعمله عملنا بعض التكنولوجي مع التيم الامريكي، واللي انا شرفت ان انا اكون الليدر له في ان احنا قدرنا نعمل تكنولوجي جديده، ان المريض بتاع الكانسر اما يتاخد منه العينه اللي هي بتقول من الورم نفسه، اقدر اخدها وازرعها في المعمل عندي وحولها لخلايا مستديمه معايا، اقدر اجرب عليها كل العلاجات والادويه قبل ما اجربها على المريض نفسه. فبالتالي اول ما تجيب نتيجه كويسه خلال اسبوع او 10 ايام ابتدي احط البروتوكول بالجرعات المظبوطه وبنوع الدواء المظبوط، وابتدي اعالج بيه المريض بتاعي بدون اعراض جانبيه كبيره. الحاجه الثانيه، العلاجات اللي احنا بنستخدمها بتقلل من الجرعات بتاعه الكيماوي اللي بياخدها المريض، فبدل ما اكون بدي جرعه 100% بدي له عشر الجرعه اللي انا بديها، لانه بيبقى عامل محفز. ودي طبعا بتشتغل بالخلايا الجذعيه السرطانيه، وبيشتغل عن طريق النانو تكنولوجي، وعن طريق تكنولوجي جديده اسمها CRC تكنولوجي، قدرنا ان احنا نعمل لها ديفلوب في امريكا، واتنقلت عندي في اللاب في كليه العلوم جامعه اسكندريه، وشغلنا عليها الطلبه ونشرنا عليها ابحاث وخدنا بيها جوائز. فدي برضو انا شايف ان دي بتبقى يعني انطلاقه، ان زي ما بقول لحضرتك الطالب او الريسيرشر المصري مش ناقصه اي حاجه غير ان انت تدي له حريه الفكر، توري له الطريق المظبوط. مش موجود، مش عمليه بس امكانيات ومعامل واجهزه، لا، الفكر نفسه يتغير، وتدي له السبورت والثقه في نفسه بيقدر يوصل اللي هو عايزه، والعالميه زي ما قلت لحضرتك انه تايم. صحيح يا دكتور. ودي يمكن كان فكره من الافكار اللي خلتني افكر ان انا اتقدم لعماده الكليه السنه دي، على اساس ان الفكر ده ما يكونش عندي بس في اللاب عندي، لا ده انا اخليه ينتقل بقى للكليه كلها وممكن الجامعه كلها، فيبقى الفايده مش بس للريسيرش تيم بتاعي اللي هو احنا مخلصين اكتر من 120 رساله ماجستير ودكتوراه، والتيم بتاعنا دلوقتي حاجه و40 باحث، فاحنا نخلي العمليه توسع بصوره اكبر، وبالتالي دي هيبقى مجاله افضل يعني. بكل تاكيد، وهيفيد الناس بشكل كبير جدا. أكيد يا دكتور أكيد. خلينا نروح لدكتور اميره، طبعا ببارك لك على ده، وحن وبنسعد بالمراه المصريه كمان، وخلينا كده يعني انحاز طبعا للمراه المصريه والجوائز اللي بتحققها المراه المصريه في كل المجالات.
طبعا يعني انت بتشتغلي ضمن فريق بحثي كامل، عايز اسالك ازاي تم اختيارك وكواليس الاختيار ده والبحث اللي كنت شغاله عليه؟ كواليس الاختيار، عايزه اقول لحضرتك الاول اعرفك على نبذه كده عن الجمعيه الامريكيه للكلينيكال باثولوجي اي اس بي. الاي اس بي دي احد المنظمات العالميه ان هي بيرشح فيها سنويا لعلماء جائزه نوبل. احنا مش بس ممبر، او انا مش ممبر بس في الاي اس بي، انا كمان ممبر في الاي اس ار، كانت ممبر فيها قبل ما اوصل للاي اس بي. دي برضو لو الاي اس بي السنه دي بتحتفل بالمئويه ان هي 100 سنه على انشائها، ده الاي اس ار كمان اللي هي الجمعيه الامريكيه لابحاث السرطان بتحتفل ب 115 سنه على تأسيسها. الجمعيتين دول من الناس التوب اللي هي بتأهل او بترشح علماء نوبل. لما نيجي نقول لحضرتك الجمعيات دي بتختار ناس فوري اند فوري 40 شخص في سنويا تحت سن ال 40 عشان تأهلهم بس تبقى علماء، هي شايفه فيهم كده ان هم علماء قاده المستقبل. مش بس بتأهلهم علماء المستقبل، لا دي بتديهم قاعدات قادة لعلماء المستقبل. هنيجي نقول لك ان هي كريتيريا كتير جدا، ودي اكيد استاذنا دكتور احمد لعب علينا فيها من زمان، ان ازاي نأهل نفسنا ان انا اكون ليدر. يكون عندكم المواصفات ومعايير الاختيار. المواصفات والمعايير، يعني فور اكزامبل احنا مش بس بنلعب، مش بنلعب على ان احنا تبقى ابحاثنا يونيك زي ما حضرتك شرحت. موضوع البحث ايه دكتور اميره اللي تم اختيارك علشان؟ مش موضوع بحث، دي موضوع قياده. احنا اوريدي بننشر فيهم سنويا ابحاث كتير برضو على الجينوتايب، مش موضوع بعينه. دي بالنسبه لهم، بالنسبه لي ليهم دي تالت جايزه اسمي اتحط عليهم. فعندنا في الجمعيه دي احنا شغالين باي دي مش باسم. يعني الاي دي، فلما انضميت ليهم ممبر سنه 2018، سنه 2019 خدت اسمي احط على جايزه افضل بحث انترناشونال، سنه 2020 خدت برده جايزه اكسلنت مانجمنت، والجايزه دي اكسلنت مانجمنت ممبر بتاخد واحد على مستوى العالم في السنه دي. سنه 2021 برده الاي دي بتاعي نور برده كده عندهم ان انا وصلت للبرو لايبون اللي هو افضل بحث انترناشونال. كنا خمسة على مستوى العالم، اثنين بريطانيين، اثنين المانيين، او اثنين بريطانيين مش فاكره، لا اثنين بريطانيين وواحد الماني وواحده مصريه ومش فاكره الثالث الخامس مين. ودي كنا الخمسه السنه اللي فاتت على مستوى العالم برضو ان احنا وصلنا للفايناليست. فدي برضو الاي دي بتاعي نور عندهم، فبناء عليه السنه دي بداوا ان هم يتواصلوا بقى مع استاذي اللي هو انا. بمناسبه عايزه اقول لحضرتك احنا مش منفعش ان احنا نقدم في دي، يعني انت مش ابلكيشن، دي ترشيح ان العلماء بيبداوا ان هو الممبر بتوعهم اللي هو تحت 40 مين دوره القاده السنه دي. فكنت شرفت ان انا مش عايزه اقول لك ان مصريه، لا ده شرق الاوسط والوطن العربي، ما فيش حد غيري. فده شرف كتير جدا جدا جدا. يعني شابوه لاستاذنا يعني. طيب ارجع مع حضرتك يا دكتور احمد، وعايزه اسال حضرتك، هل يعني عندنا انواع مختلفه من السرطان، هل ثبت مثلا انه في انواع ما بتستجيب اكتر لهذا النوع من العلاج زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن السي ار سي ولا لا؟ هو حضرتك لازم نعرف حاجه، ان في انواع السرطانات انواع مختلفه، وفي منها انواع اللي هو بيقاوم العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي. فاكتشفنا في 2013 و12 من عندنا من لاب ومن معامل دوليه ان الخلايا اللي لا تستجيب لهذه العلاجات هي خلايا بيسموها الخلايا الستيم سيل او كانسر ستيم سيل، الخلايا اللي هي بتقاوم المرض. فانت حضرتك بتيجي العلاجات، اما تيجي تشيل الورم حضرتك حتى بالاوبريشن بيحصل ان الورم بيرجع تاني. ليه؟ لان الخلايا دي ما بتموتش وكمان ممكن تهرب اثناء العمليه. فاحنا كل التكنولوجي اللي احنا عاملينها ان احنا ازاي فايت وازاي نحارب نوع من الخلايا دي. فطبعا الاستجابه بتختلف من شخص لشخص، ولكن الدخول يعني استخدام التكنولوجي دي حتى في حالات الجراحه زي ما بيتم بعدها استخدام يعني العلاج الاشعاعي والعلاج الكيماوي، احنا هنا بنستبدلها بها دي. احنا القصه الجديد. حضرتك يعني ببساطه جدا، ودي خدنا عليها جايزه في 2017 على مستوى افريقيا وعلى مستوى امريكا كمان. كان الاثنين كانت الفكره ان احنا فصلنا هذا النوع من الخلايا الخبيثه جدا اللي هي اللي بتقاوم العلاج الكيماوي الاشعاعي، وعملنا تغيير جيني لها ورجعناها في الورم مره ثانيه. فالورم ابتدى يحصل له ان هو يتقلص في الحجم ويصغر جدا، بحيث ان الجراح حتى اما يجي يتدخل ويجي يفتح فتحه كبيره هيفتح فتحه صغيره جدا، ونسبه ان يحصل الخلايا السرطانيه دي يحصل لها انتشار تقل جدا.
فدي الاتحاد بتاع الشغل ده ادى ان النتائج بتبقى اقوى بكتير. وكمان الفريق البحثي بتاعنا فيه ناس جراحين معانا، وفي ناس من كليه الطب، وفي من صيدله، يعني تيم ضخم كبير مش متوقف بس على كليه العلوم. ولكن الحمد لله ان الليدرشيب والتيم بتاعنا الكبير هو اللي مسيطر على الابحاث اللي بتنشر دي. فطبعا الكومبينيشن اللي يحصل ما بين العلاجات التقليديه والعلاج الجديد اللي احنا بنعمله ده هيكون يصب في مصلحه المريض، وخاصه المريض المصري اللي هو فعلا بدل ما يتكلف تكلفه كبيره جدا في العلاجات. حضرتك عارف علاجات الكانسر تكلفتها عاليه قوي، وطبعا الدوله مشكوره يعني تحت قياده رئيسنا ان هو يقدر يوفر هذه العلاجات للناس الغير قادرين. ولكن ان جنرال احنا ممكن باستخدام التكنولوجي الجديده مع العلاجات التقليديه نقدر نوصل لان التكلفه تقل جدا، وبالتالي احنا وفرنا للدوله ووفرنا على المريض، وكمان يصب في صحه المريض المصري. صحيح ان الناس تخف اصلا من هذا المرض، ده اهم، ده التارجت بتاعنا يعني. صحيح. ده التارجت بتاعنا. تابعنا كلنا وكنا صحيين مبسوطين كده لما صحينا على مساله خبر علاج السرطان ب جزيئات الذهب، وده كان بقياده العالم الكبير مصطفى السيد. الى اي مدى في نجاح لهذه التجربه؟ والله هو حضرتك هي يعني كان كل تجربة بيبقى ليها بعض المعوقات. كانت من معوقاتها ان ازاي ممكن نتخلص من جزيئات الذهب اللي احنا استخدمناها، وازاي ان احنا نستخدم الويف لينس بتاع الاشعاع او الموجات اللي هنوجهها للفكره. ان احنا كنا بنوجه موجات للجزيئات الذهب دي عشان نعمل كوكينج للورم من جوه، او ان احنا نخليه يعني يتاكل ياكل نفسه بنفسه. ففي بعض المعوقات كانت وقفت قدامهم تعديل على الفكره نفسها، وابتدينا بقى يحصل كومبينيشن ما بين الموجود دلوقتي والعلاج بقى بالخلايا الجذعيه السرطانيه والخلايا والنانو تكنولوجي واستخدام السي ار سي تكنولوجي الجديده. كل دي حاجات بتصب مع بعضها. حضرتك ما ينفعش ان احنا نقول يعني فكره هي اللي هتحل المشكله. لا، ده هي بتبقى افكار، وكلنا بنتكالف مع بعض، نتكاتف بحيث ان احنا يبقى نشتغل كتيم مع بعض، وده اللي بيؤدينا في الاخر ان احنا نقدر نحقق التارجت بتاعنا. صحيح. فما ينفعش نقول ان تجربه واحده او فكره واحده هي اللي هتحل كل حاجه، لا، احنا كلنا بنشتغل از تيم. هي مجموعه من التجارب بكل طبعًا تاكيد الناس طبعًا بتكون بتنظر اليها بشيء كبير من الامل يعني. اكيد اكيد بكل تاكيد. اروح معاكي يا دكتور امير، عايز اسالك اخر الابحاث اللي شغالين عليها كفريق بحثي حاليا هي ايه؟ شغالين حاليا زي ما دكتور احمد قال في الاستمسل، ودي كانت اخر ابحاثي اصلا. الدكتوره بتاعتي كانت على الكانسر استمسل، والجائزه بتاعت اللي هي كانت في افريقيا كنا واخدين جائزتين مش جائزه واحده، كانت من ضمنهم جزء من رسالة الدكتوراه بتاعتي كنا واخدينها. فالكانسر ستام سيل زي ما دكتور احمد قال دي الايرا اللي جايه كلها ان شاء الله، ودي من ضمن الحاجات اليونيك اللي خلتنا حقبه موجودين. صحيح دكتور اميره. دكتور اخيرا، يعني مرض السرطان مرض خبيث دايما بيقال عنه، هل في اي شيء يخلي الانسان يكتشفه مبكرا قبل ما يوصل ل يعني منطقه اكثر سوادا او اكثر خطرا؟ في دلوقتي حضرتك بيتطبق مع فريق التيم بتاعنا في التيم في جامعه جورج تاون يونيفرسيتي في الولايات المتحده الامريكيه، بالتعاون مع عين شمس وان شاء الله جامعه اسكندريه داخله معانا، ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في ان احنا نقدر نعمل تجارب. التجارب دي زي روتين بيتعمل زي التحليل العادية عشان نقدر نكتشف ان المريض ده ممكن يكون الجينات اللي عنده هتبتدي يحصل لها تحورات تؤدي للكانسر قبل ما يحصل الورم او يحصل الموضوع بتاع المرض نفسه قبلها بست شهور مثلا او بفتره زمنيه، بحيث ان احنا نقدر نكون مستعدين لو حصلت حاجه زي كده. ودي هتبقى طفره كبيره في مجال علاج الكانسر، استخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجي اللي هو العلاج الموجه او البريسيجن ميديسن. ده هيعمل طفره كبيره جدا بحيث ان احنا نقدر ان احنا نشخص الامراض قبل ما تحدث. واحنا ابتدينا فعلا خطوات ايجابيه ان احنا نجيب التكنولوجي دي ندخلها مصر ونبتدي نطبقها. عين شمس انضمت معانا واسكندريه ان شاء الله داخله معانا. سعيده ان ده بيتم داخل جامعات مصريه. دي حاجه تشرفنا طبعا. دكتور احمد سلطان، استاذ الكيمياء الحيويه والبيولوجيه الجزئيه بجامعه اسكندريه ورئيس الفريق البحثي للخلايا الجزئيه وعلاج السرطان، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. دكتوره اميره فياله، ايضا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا كده يعني وصلنا معاكم لختام برنامج التاسعه، وهسيبكم مع كريم رمزي وتحليل قوي لكل اللي حصل في الدوري المصري النهارده.
كان عندنا يعني مباريات هامه، والزمالك تفوق على المحله 2-0، وايضا بيراميدز تفوق على النادي الاهلي 2-0، وكمان قلنا يعني خبر صعود منتخب الوطني لكره اليد للنهائي. تفاصيل كل الاحداث الرياضيه مع كريم رمزي بعد قليل. اسيبكم مع كريم وتصبحوا على الف خير.